مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو زارة العرب هنا المنوفية، وخاطرة دعوية جديدة لفضيلة الشيخ سعيد درويش من علماء المنوفية. بسم الله والحمد لله. يا أنجشة يا أنجشة، رفقا بالقوارير. من أنجشة؟ حاد الإبل ينشد والإبل تسرع. رفقا بالقوارير، حاسب الإزاز اللي معانا يتكسر. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام شبه النساء بالقارورة في الرقة واللطافة وضعف البني. أحن زوج وألطف زوج وأرق زوج هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لا أبالغ إن قلت إن زوجات النبي الكريم كنا يتمتعن بسعادة زوجية تغبطهن عليها كل بنات حواء. بلغ من ذوق الرفيع لما تزوج جميع زوجاته أسكنهن بجوار المسجد النبوي الشريف، منطقة صحراوية جافة تعودنا عليها. لكن لما تزوج ماريا المصرية بنت النيل، بنت مصر، بنت الخضرة، أسكنها في مكان في المدينة اسمه العوالي، يتميز بالخضرة الدائمة والزرع، مراعاة للمشاعر الاجتماعية والنفسية والبيئية والأسرية. هو دي اللي تعلمناه من الإسلام. المرأة كأم أو زوج أو أخت أو بنت ضعيفة ترحم، جوهرة تصان، ريحانة ريحانة تشم لمن يدفع الثمن. قيل لبعض أهل الفضل: هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ فأجاب بعزة وثقة: بل قرأت أدب النفس لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللي مبهورين بالإتيكيت في الأفلام والمسلسلات، تقطيع اللحم بالسكين ثم غرز الشوكة في اللحم ويضعها في فم الزوج، نقول له: حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 سنة قال: إن أعظم الصدقة اللقمة يضعها الرجل في في زوجته. افتخروا بالسنة، اعتزوا به. اللي يشوف الزوج بيفتح باب السيارة لزوجته ويجلسها أولا، نقول له في صحيح البخاري: حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عند بعيره فيضع ركبته لصفية حتى تركب، لكنها أجلت رسول الله أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه. نعم، خيركم خيركم لأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو زارة العرب، وحتى نلتقي بكم، لكم دائما تحياتي، محمد سعد الإعداد والتقديم، وكل عام وأنتم بخير.